من زمان كنت يعني في من الوقت اللي بديت الصمت يعني في الدورة الشهرية ما كنت رد رمضان. أيوة. يعني ديك 6 أيام 7 أيام رمضان ما عمرني رجعتها. ما كنت تقضيها بعد انتهاء رمضان؟ لا طيب. ما كنت نقضيها. وسؤالك الآن ما هو عن كيفية قضائها؟ ايه لما قلت يعني الحين عندي استطاعة باش نقضيها، لكن قالوا لي لازم يعني تشيلي عليها فلوس، عرفتي؟ طيب انت تستطيعين ان تطعمي يعني؟ لا ما استطيع اطعم، استطيع اصوم بس. طيب خلاص، صومي إذن بدون اجر. خلاص اذا لك فقط الصوم. الفتوى بوجوب الاطعام هو قول لبعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، والذي اجمع عليه العلم وجوب القضاء واختلفوا في الاطعام. فما دام انك لا تستطيعين الاطعام ليس عليك اطعام، اقضي الايام التي عليك ولا باس عليك ان شاء الله. وعندي اجر. بارك الله.